يوم أمس استطاعت مدينة عدن أن تكسر وتحطم الحصار الأول الذي كان مفروض عليها على موانئها، حيث وصل يوم أمس إلى ميناء الزيت وميناء كالتكس السفينتين وصلت إلى هناك. وهذا اليوم الحمد لله تم كسر الحصار المفروض على مطار عدن، ووصلت أول سفينة سعودية مهداة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة.